الآن معنا فريق المجرة، حياكم الله. الله يحييك. أهلا فيكم. فريق المجتهد مثل ما يقولون، طبعا الكلام مو كلامي. أي نعم، وليس معنى الاجتهاد أنه ما في سلبيات. أكيد في سلبيات. كامل الله. يقولون لكل مجتهد نصيب. نصيب. وإذا أردت أن لا تنتقد فلا تعمل، يعني خليك جالس عشان ما حد راح ينقد. في بعض البناء جميل يعني. ها؟ النقد البناء جميل. صحيح، النقد البناء جميل. بنقول بعض الشغلات، وأيضا المشاهدين الكرام إذا عندكم أي شيء على هاشتاج البرنامج اللي ظاهر أمامكم، برنامج السيطرة 20، ياسر على أيام مرت 20 يوم، 20 يوم فعلية ها؟ ولا 20 يوم فعلية. ما شاء الله. أحد أربع، أحد من أحد الأربعاء. كيف يومكم اللي متى كان يومكم الأسبوع هذا؟ أمس. أمس ثلاثاء. كيف يومكم؟ الحمد لله. أشوفكم، أنا شفت في التويتر لابسين أصفر وكذا وعمال بناء يعني ولا إيش؟ ها؟ كانت فكرة مقترحة. مجدي لابس قناع. ما أدري كان يقدم مسابقة. مجدي بو يجي إذا تحتاج، إذا عندك شيء ممكن. بوهيجي. ترى مجدي. بوهيجي. طيب. بذكر لكم بعض السلبيات وبعض الإيجابيات أثناء وهي طبعا ما هي مني، لأني أصدقكم القول، يعني أنا أشوف الهاشتاج فقط وأرى إبداعاتكم من خلال الهاشتاج، يعني إبداعات المجرة أو همثون أو الساري أقرأها من خلال هذه الملاحظات من الفريق الفني الإعداد. أي نعم، فريق الفني يثنون على الإعداد، يثنون على الوقت، عندكم التزام بالوقت. ولكن سبحان الله، يقولون قاعدة، إذا واحد سولف معك قاعد يقول والله يا أخي جميل صراحة كان أدائك يا مجدي في الكليب الأخير رائع وكذا، لكن هذه المصيبة، لكن تمسح كل اللي قبل ما قال لكن يأجلها. ولذلك لما الواحد يحترز من كلمة لكن، يقولون في ملاحظة في أو في إشكالية عند المستشار. جميل. حلو، عجبتني هذه. احنا نأيدهم انه المستشار لا، المستشار في يوم المجرة يسبب توتر وقلق وإزعاج في الكنترول. ايش رايكم شباب؟ انا بالعكس، انا اشوف هذا الشيء من الاشياء اللي تحفزنا ان نقدم افضل. لحظه شوي. مين المستشار يا اخوان؟ الشمروني. انا ما قلت انك تسبب ازعاج للشباب. المستشار من حقه المستشار يوجه الشباب. خلني بقول لك شغله، فقرتك من حقك تديرها بطريقتك اللي تراها مناسبه. طب اقول لك، انا اقول ان المستشار ما قلت يسبب ازعاج للشباب، يسبب ازعاج في الكنترول الفريق. في الكنترول مسبب ازعاج وقلق وتوتر عند الشباب. وانا عشان كذا حتى مهندس الصوت يشتكي اذنه صارت هالكبر. والله والله يا ابو علي، هو يلقاها منين؟ يلقاها من الكمامه ولا يلقاها من الصوت؟ هذا الكمامه ولا عذبه بعدين بقول لك اياها. فايش ايش الموضوع؟ كان الموضوع ما فيه متابعه الفقرات. احنا يوم جلسنا مع الشباب وجلسه ورشه العمل والعصف الذهني لكتابه سكريبت كامل، وكل واحد له فقره مستقله يعني يقوم فيها، كانوا الشباب يحرصون كلهم على مساله انه لابد ان نلتزم بالوقت في السكريبت، بحيث انه كل فقره ما اثنى عليها ايه لها وقتها. فكنت يعني انا داري اني ازعجت ابو ياسمين وياسر عباس بغل نطاق انا وياه، والشباب حقين الشغالين في الكنترول كلهم يعني انزعجوا مني، لكن كنت حريص انه رتم اليوم كله كامل يكون سريع وايقاعه سريع، ما يهبط في اي مكان. فكنت انا حريص على الجانب هذا. اي نعم ازعجت الشباب، لكن بحرص الفتره القادمه ان شاء الله والاسبوع القادم انه جميل احد صوته ويكون لطيف معهم. هذا ما حد يلومك فيه صراحه، لانه احيانا الضغط يضطرك انك تعمل بهذه الطريقه. في ملاحظه اخرى من فريق الاعداد. سم واحد من فريق الاعداد، يا هو يا يوسف باقيس، يا علي عيدروس، يا ياسر. اتمنى تكون في محله بس يعني مو بسوريف. عيدروس لا، ما عيدروس ما راح. مجدي يا ابو عمر يوسف الله اعلم. يقولون من ضمن النقد فريق الإعداد، يقولون أنك في يومك أنت ما تشتغل قبلها بيوم على فقرات يومك، تشتغل تأخذ الأسبوع كامل تقعد تناقش فقرات يومك، فأنت تأخذ حقك وحق الفرق الأخرى وحق قبل لا أدخل الاستوديو هنا كنت مع أبو ياسمين في الكنترول. كنت أتكلم عن فكرة المقدمة في الأسبوع القادم.
فيقول اصبر خليني اقطع اللقطه على اللوكيشن الثاني بعدين اكمل معك الحوار. فشوف جاي هنا اذا انت ما جيت للشباب وانت يعني اذا ما جيتهم قبلها بفتره وتعطيهم شغلك مبكر ثق تماما ثقه انك ما راح تظهر بالصوره البصريه اللي تكون مبهره لسد مشان الكرم. هذه انت تعتبرها ايجابيه ولا سلبيه؟ اشوف انها ايجابيه انك تشتغل مبكر تغدى فيهم قبل ما يتعشى فيك. جميل. وفي فكره ثانيه هذه ترى من مهارات القائد صحيح انه يكون على اتصال وعلى تواصل قبل عشان ما يتفاجأ. يا سلام. لو انا عد قبلها بيوم ممكن اتفاجأ باشياء وانصدم، لكن عندي اسبوع كامل او عندي كذا يوم انا اقدر اشتغل عليه باكثر من يطلع لي مثلا دروب عمر اقدر اتفاداه واروح لنقطه ثانيه، يطلع لي ابو غرسه، يطلع لي مجدي. فهذه من ايجابيات القائد. ايش تبغى تقول عمر؟ يعني زال خير ابو عبد المحسن. الفقرات اللي تكون موجوده زي مثلا الافتتاحيه قبل يومين الملابس هي موجوده عندنا. ثانيا السكريبت احنا نكتبه قبل تقريبا باسبوع يكون جاهز، يعني تقريبا بكره بعده جاهز عندنا السكريبت حق يعني فتره الاسبوع فقط للتعديل للتضبيط يعني احنا الفريق اللي يرسل السكريبت بعد حلقه الشباب اللي هم الساريه بالكثير بعد صلاه الفجر يلقوه عندهم في الجروب على اساس انه ايش يعرف كل واحد فيهم وهذا يعرف دوره ويعرف ايش عنده وايش ما عنده. الامر الثالث اللي هو هذه رساله من فريق الاعداد، رساله من فريق الاعداد وهي شهاده حق، يقولون ننبسط اذا جاء يوم الثلاثاء. الحمد لله الحمد لله توفيق، لان السكريبت جاهز والامور مرتبه ومنظمه. وابو عبد المحسن صراحه القروشه هذه اللي ممكن يسببها انا اتوقع انه الشباب برضو مبسوطين جزاهم الله خير وصدورهم رحبه. مخابيه فيها قروش. بعض الاحيان استاذ هاني يعني احنا عندنا مشهدين الاسبوع القادم يوم الاثنين ويوم الثلاث، لازم نشوف هل في بالامكان انه نسويه الاسبوع القادم ولا الاسبوع اللي بعده، على اساس اذا ما يعني قالوا والله لا اجلوها الاسبوع اللي بعده يصير نسوي المشهد الثاني خطه بديله. يعني خطه بديله على اساس يعني قبلها بيوم صعب انه واحد والله مثلا يكتب سيناريو ولا غيره او نص مسرحي وصعب انه يوفر الاحتياجات، فهذا ممكن هذا الشيء اللي احنا صراحه نفكر فيه ويزاهم الله خير ان شاء الله ما يقصوا. جميل. انا ابغى بس يعني اقول لكم وكل من يشاهدنا الاسبوع هذا اسبوع مختلف، صار فيه ايضا تقييم على نقاط اضافيه في المحتوى، لم يكتفى في بعض الفقرات الرئيسيه اللي يعرفونها الشباب، لكن فريق الإعداد وضعوا بعض النقاط إضافية في المحتوى وسيكون لها تقييم. وتقييم المسرح بعد أصبح 50% من اللجنة الفنية و 50% من الجمهور. أنا أعتقد أنه 50% كثير جداً الجمهور. يعني خلنا نكون واضحين يعني ونتكلم. كان 100% الجمهور؟ كان 100%. والله أنا أشوف طيب. أنه 80% اللجنة 20% جمهور. هذا هو هذا الأصل. بالكثير 30% جمهور 70% لجنة. يعني مثلاً يعني مثلاً أتكلم عن الشباب في السالي كان عندهم مشهد يعني ومسرح فقير وكان موضوع فيه رمزية، ما كان موضوع سطحي ورسالة مباشرة، كان فيه رمزية في الموضوع. فيعني الشباب كعناصر مسرح وكجودة عناصر مسرح الشباب قاموا بدورهم سواء كان يعني ورسالة أنا وصلت أنا شفت الموضوع. فلما يجي واحد مختص مسرحي يقيم هذا الموضوع يعطي حقه، بس لما تكون الرسالة ما هي مباشرة ولا هي واضحة فالجمهور يقول يعني ما فهمنا شيء لا أعطوهم ذا. فأنا أتكلم يعني لما يكون ما يخالف أعطي الجمهور يعني 20 أتوقع أنها مناسبة، 80 تكون عندك. أنا والله هذه دائما أقولها أنا في برامج الواقع، فيه ظلم يصير لكنه ظلم غير مقصود طبعا من فريق البرنامج كله انه يجعلون للجمهور نسبه كبيره في التصويت. ليش؟ الجمهور عاطفي. والله الان انا قاعد اتابع وانا معجبتني المجره، والله لو قدموا يوم بايخ بصوت للمجره. مزبوط. هذه مشكله ترى. بالضبط. هذه العواطف تلعب دور كبير. احسنت. يعني يفترض اصلا في التصويت انه يكون تصويت مبني على ما قدم وليس مبني على اني والله انا احب محمد الشمراني وعمر السهلي وابو غرسه ومجدي وبالتالي احب المجره فاصوت لهم اخلي اخوي يصوت لهم هي فيها فتوى. يعني افتى بها بعض المشايخ ان التصويت بغير يعني بغير حق هذا يعتبر من شهاده الزور. الله. ايه ففيها اشكاليه. انا ان شاء الله ما ندخل فيها الجان الله يهدينا باذن الله. لا بس انا اقول في كثير من الناس تساهل يعني
حتى بعض الشباب يعني مثلا يرسل صوتوا لكذا، اقول يا شباب قل صوتوا لمن يستحق ممكن، صحيح، لكن تقول صوتوا لكذا ما ينفع. جميل. هي 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 في هي في الاخر في الاخير يعني كل احد له حق يصوت لمن يريد، لكن حتى تكون اكثر مصداقية صوت للقيمة للمحتوى. وعلى كذا انا اقول يعني 50-50 اشوفها كبيرة، يعني كثيرة جدا، بس انها اقل. هو فاجأني الان انه كان 100% للجمهور في الاسابيع الماضية، كانت 100% للجمهور، 100% للجمهور. وهذه ابو علي ممكن اتقدم بالطلب يعني للشباب، تقدم لكم ملف اخضر و ما يعتبر اعتراض، بس اتمنى ما ياخذون اعتراض. انا اتمنى صراحة هذا امنية تنفذ، الامنيات لا تتحقق. ارجو ارجو من الله عز وجل ثم من الاحبة في الاعداد انه ينتبهوا الموضوع هذا، لانه بغض ان شاء الله المصداقيه متواجده، لكن للمعلوميه في حسابات اقدر ادفع 20 ريال ارفع التصويت لهذا، ومحشومين الشباب. انا ما اقول الشباب، قد يكون متابعين ومتابعين فيهم خير وبركه، لكن قد يكون في شيء من العاطفه، مبلغ بسيط اقدر العب في المسابقه كامله. فانا اشوف انه من الظلم ان يكون 50 تقييم برضو. خلي الشباب الموجودين في الاعداد الله يجزاهم خير يقومون 80% في التقييم، الجمهور الله يعطيه العافيه وجزاه خير يصوت. صحيح. انا اقول لو كان في لجنه مثلا ال 50% عند الفريق الفني، و 50% عند فريق الخبير مسرحيا، ممكن لو في فريق، لكن لكل احد يعني. صح. اسلم. إيه يعني ما هو بس هو أيضا يؤثر على كل الفرق، على 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 كل الفرق. عموما هي بس يعني رسالة للمتابعين، حاول أن يكون تقييمك على القيمة وعلى المحتوى، مو هو عشان والله بغرسة صوته زين، ولا مجدي تمثيله مثل وجهه، ولا عمر السهلي مدري شبي، ولا مزعجهم شمران. حشيتكم انا قبل شوي ترى ما لا انت محترم بيض الله وجهك ما قلت الذي يا حشه والله حشه بلفه ولساني مخترق يا اخوان. نعم ناخذ ملاحظات الجمهور قبل ما نختم معكم. طيب الاخت فتاه مسيطره، المجر تقول هي تثني تقول المجره احس عندهم تنوع فقرات اكثر من الفرق الأخرى. الحمد لله استحوا في ولكن ولا بدون شمراني خدودة حمرت لا انا تشهب لا تشهب حمر ما يوضح عندي. ايوه ايش كمان شلوب طاب. طب كان خليتني انا اشوف الهاشتاج يا اخي. لا شوفه انت خلاص خليه. هذا نحسب حسابنا الاسبوع الجاي انه يكون فيه اضافه واحده ثنتين كذا تنوين ان شاء الله. سنابل الخير تقول بالرغم انها من جمهور الساريه الا ان الحق يقال، صدق اللي شفته اليوم يعني امس شيء مميز من فريق المجره. الحمد لله مو بس امس، يد واحده، متعاونين مجتهدين. الحمد لله الله يوفقهم ويوفق فريق الساريه والجميع ان شاء الله وفريق همثون. عموما ذكرني استاذ هاني بالمترجم، هو يقول أنك طيب في انشودة يبون تعليق عليها الشباب. تعليقك عليها هيا مع المجرة نستسلم للكسل مع فريق المجرة ننجز العمل، هيا مع المجرة نستسلم للكسل مع فريق المجرة ننجز العمل. محمد وعمر ومجدي على الطريق والمستشار الشمراني في نفس الفريق، محمد وعمر ومجدي على الطريق والمستشار الشمراني في نفس الفريق. هيا مع المجرة لا نستسلم للكسل مع فريق المجرة ننجز العمل، هيا مع المجرة لا نستسلم للكسل مع فريق المجرة ننجز العمل. هيا يا صديقي لنعمل معا بجد ونشاط وإخلاص العمل، هيا يا صديقي لنعمل معا بجد ونشاط وإخلاص ونشاط. هيا مع المجرة لا نستسلم للكسل مع فريق المجرة ننجز العمل،
هيا مع المجرة لا نستسلم للكاس مع فريق المجرة ننجز العمل مع الفروق الأخرى لا نمل بل نسعى جميعا لإتقان العمل مع الفروق الأخرى لا نمل بل نسعى جميعا لإتقان العمل الصراحة طبعا في جزء ترى من هذا محذوف الصراحة ما كان في وقت الصراحة يعني كان سيكون أجمل مايك ما قبل كان سيكون أجمل لو كان هو حذفوه ما كان في صوت ابو غرسه فيه إيه هو كان هو طبعا بين قوسين لا تصدقون لا في تكمل الشرف هذا اللي يسمونه هذا اللي يسمونه الخروج عن المألوف نعم يعني كانوا يتوقعون منكم ممكن فقرات غير لكن فاجأتهم بهذا النشيد الطفولي كلمات مين ابو الحمام طيب محمد ايش سالفه الفروق ها وش سالفة لا مو الفروق مع الفرق الاخرى مع الفرق الاخرى لا انت قلت مع الفروق الاخرى الفروق الفروق عشان جدة كذا يقول فروق انا سمعتها فروق مع الفروق الاخرى عموما يعطيكم العافيه الله يعافيك قبلكم كان همثون اسامه قال كلمه في همثون قال يعني بدون ما احلف يقول لو كنا مكتملين في حضورنا لن ينافسنا أحد يعني بنصفط مجرة على السارية على جنب هذا كلام أسامة حقه طيب من حقه وأنا تسمح لي يعني تفضل أحترم أسامة وقدره وأتمنى التوفيق للجميع أمانة لكن اللي بقوله يعني عملك هو اللي يبرهن العمل والجهد اللي تبذله ما تقدمه العالم تحكمه ترى الكلام ما يفيد شيء أبو علي وأنا قلت كلمة لشباب همثون وأبا أختمها معكم أعيدها قلت للشباب همثون ترى كلكم كمجموعة تكملون بعض وكلكم كفريق تكملون الفريقين الآخرين السلام. فالبرنامج هذا كله نحن نكمل بعض صحيح حتى أنا فقرتي هذه فقرتي ترى تكميلا لكم الله يعطيك العافية يعني نكمل بعضنا البعض شكرا لك الله يحفظكم جزاكم الله خير يعطيك العافية يعطيكم العافية الله يحفظكم